عقد الرئيس الإيراني حسن روحاني مؤتمرا صحفيا تطرق خلاله إلى عدد من المواضيع المحلية والخارجية. روحاني الذي لم يتبقى لنهاية حكومته الكثير تحدث عن إنجازاته وما حققه من توقيع للاتفاق النووي والانفتاح الاقتصادي الذي شهدته إيران خلال فترة انتخابه رئيسا، كما تحدث عن رغبته في تطوير العلاقات بين إيران والدول العربية والخليجية منها بالتحديد. مزيد من التفاصيل مع مراسلتنا من طهران علا مسعودي. عدسات هذه الكاميرات وقفت تترقب وصول الرئيس الإيراني حسن روحاني، لكن ترقبها هذه المرة مختلف، لا سيما وأن الحملات الانتخابية في إيران بدأت عمليا قبل أن تعلن رسميا، وبما أن روحاني أحد أهم أقطابها والمرجح الأكبر لتبوء مقعد الرئاسة مجددا، لا بد له من أن يدلو بدلوه ويتحدث عما حققته حكومته. لقد تمكنا من إنتاج 21 مليون طن من المواد الغذائية خلال هذه الحكومة، ومنذ بداية الثورة في إيران تم توصيل الغاز إلى 14,000 قرية، لكننا وخلال 3 أعوام تمكنا من توصيل الغاز إلى 9,000 قرية. وإنجازات أخرى حققتها حكومة روحاني ك42 مشروعا في مجال الطاقة النووية بعد توقيعها للاتفاق النووي. وبما أن الدبلوماسية هي أهم إنجازات روحاني، فقد تطرق للعلاقات مع الدول العربية والسعودية بالتحديد، معربا عن أمله بأن تشكل فريضة الحج لهذا العام فرصة لتجديد العلاقات بين البلدين. نحن نطمح لعلاقات جيدة مع الجيران والسعودية أيضا، وإذا كانوا مستعدين لعلاقات جيدة فنحن أيضا مستعدون. ويرى المحللون أن الفتور الذي أصاب العلاقات كان خارجا عن إرادة الرئيس. في السنتين الأخيرتين وبناء على التغيرات التي طرأت واللقاءات التي جرت في المنطقة، استطاع الرئيس روحاني حلحلة العلاقات نوعا ما، وذلك بالرغم من حصول بعض الحوادث الخارجة عن سيطرته. الحوار كحل، رؤية جعلت من الشيخ روحاني رئيسا، فهل سيستطيع إعادة الكرة مرة أخرى ليفوز ب4 سنوات جديدة؟ أم أن وراء الأكمة ما وراءها؟ شهر وبضعة أيام تقف أمام الرئيس حسن روحاني وفترة رئاسته الأولى، أيام تصحبها تساؤلات، هل سيبقى الرئيس الذي وقع أهم اتفاقية نووية لبلاده رئيسا؟ أم هناك رأي آخر لصناديق الانتخابات؟ بأخبار الآن علا مسعودي، طهران.